السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين أينما كنتم إخوتي، كما تلاحظون وكل مستعملي تطبيقات التداول ومنها تطبيقات ستورم جاين، لاحظوا أن سعر البيتكوين ارتفع. نعم ارتفع بالسعر، يعني فجأة. صراحة أنا لم أكن أتوقع هذا الارتفاع في ظرف وجيز، يعني في ظرف 48 ساعة فقط أو 3 أيام ارتفع السعر من 38 ألف إلى تقريبا 44 ألف، يعني هو حاليا ب43 ألف و500 دولار كما تلاحظون، بارتفاع بنسبة 9%. نعم ارتفع البيتكوين، هو هذا الارتفاع مفاجئ الذي لم أكن أتوقعه. وهذا الارتفاع أخوتي أثر على العديد من العملات المشفرة، يعني هنالك العديد من العملات المشفرة ارتفعت بشكل رهيب جدا، يعني ارتفاع كبير. كما تلاحظون العملات الأكثر ارتفاعا في الساعات الماضية، مثلا هذه العملة عملة سوي كما تلاحظون ارتفعت ب تقريبا 40%، ولكن مؤشر حاليا هو 30%. كما تلاحظون ارتفاعات كبيرة، منها عملة سولانا ارتفعت ب22%، والعديد من العملات المشفرة، يعني ارتفاع هائل في العملات، سعر العملات. بالنسبة للتداول، الأشخاص الذين قاموا بالبيع صراحة خسروا، ولكن الذين اشتروا ارتفع ربحوا أموال كثيرة في الساعات الماضية. بالنسبة لهذا الارتفاع المفاجئ ساعد المعدنين في تطبيق ستورم جين، يعني السعر التعدين ارتفع، يعني وهنالك أشخاص، عديد من الأشخاص قاموا بسحب هذه ال10 دولار ليقومون بالتداول. يعني عندما انخفض البيتكوين إلى 38 ألف وكان هنالك التعدين، يعني هذا الارتفاع ساعد في سحب الأموال التعدين لديهم. بالنسبة للتوقعات الخاصة الجديدة أخوتي، هذه الإشارة تبين أن هنالك ارتفاعات يمكن أن يصل إلى 50 ألف دولار، يعني هذا الشيء لم نكن نتوقعه صراحة، ولكن تأثرت أغلب العملات المشفرة بهذا الارتفاع. ولكن هنالك توقع صراحة، لا يمكن توقع 100%، أن يكون توقع 100%، يمكن أن ينخفض البيتكوين في أي لحظة، ولكن نحن نتكلم واقعيا يعني إخوتي. الإشارة هنا تبين أن هنالك ارتفاعات، ولا تكون ارتفاعات طفيفة في الأيام القادمة إن شاء الله. كما تلاحظون شمعة الأسبوع، شاهدوا معي شمعة الأسبوع خضراء كبيرة، تتوضح أن هنالك ارتفاع، يمكن أن يكون هنالك ارتفاع كبير. هنا مثلا شمعة اليوم، شمعة اليوم واحد، شاهدوا معي هنا هذه الشمعة الأولى التي كان هنالك ارتفاع في ال24 ساعة الماضية، ارتفاع يعني من 41 ألف إلى 43 ألف و500 كما تلاحظون. وهنالك شمعة جديدة، هنا شمعة ظهرت، شمعة جديدة. هذه الشمعة هنالك شراء، ولو هو شراء متوسط عادي وليس شراء كبير. مثلا هنا شمعة ال4 ساعات ماذا توضح؟ كما تلاحظون هنا في ال4 ساعات الماضية انخفض بشكل طفيف سعر البيتكوين. شمعة ال4 ساعات مثلا هنا شمعة الساعة، هنا شمعة الساعة أخواتي، ال4 ساعات كما تلاحظون هنا على شكل نجمة أخواتي. هذه تبين أن هنالك شراء حرج لعملة البيتكوين، وليس كبير جدا، وهذا يوضح أن يمكن السعر أن ينخفض، مثلا ينخفض إلى 41 ألف في الساعات القادمة إن شاء الله. أما أخواتي، كانت هذه آخر أخبار سعر البيتكوين وبعض العملات المشفرة. أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو، شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.